محمد الشيخ عمر عبد الرحمن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة بنقيم هذا المؤتمر تضامنا مع الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحمن للمطالبة بإعادته إلى أرض الوطن، إذ لا يصح مطلقا بعد ثورة 25 يناير واستبداد الشعب المصري لكرامته أن يظل أحد علماء المسلمين وعالم بهذا القدر من المكانة بين الشعب المصري أن يظل رهين السجن في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي ذنب اقترفه، إلا أن هم حبسوه في أمريكا بالتواطؤ مع النظام السابق، إذ الثابت حتى من التحقيقات أن الدكتور عمر عبد الرحمن لم يرتكب أي ذنب ولم يدعو إلى عنف في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد أن أجهزة الأمن الأمريكية بالاتفاق مع أجهزة الأمن المصرية استدرجت الدكتور عمر عبد الرحمن وأدخلته أمريكا، رغم أنه هو ممنوع أصلا ومدرج على قوائم الممنوعين من دخول أمريكا، وكان هذا الاستدراج بقصد وبالتواطؤ مع النظام السابق لحبسه. إحنا بنطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو القائم على أمر البلاد الآن، وإن كرامة أي فرد من الشعب المصري فضلا عن الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، كرامته من كرامة المصريين، كرامته من كرامة المجلس العسكري، كرامته من كرامة الجيش المصري، كرامته من كرامة ثوار 25 يناير. احنا بنطالب المجلس العسكري أن يتدخل، وبنطالب السيد المشير أن يتدخل لدى نظيره الأمريكي من أجل عودة الدكتور عمر عبد الرحمن إلى أرض الوطن ليعيش بين أبنائه ومحبيه وأسرته التي افتقدته طوال 20 عاما. السبب الثاني لعقد هذا المؤتمر أن هناك مسجونين سياسيين من عهد النظام السابق حكم عليهم بأدلة ملفقة وأدلة كاذبة من قبل أجهزة الأمن السابقة، قبل مباحث أمن الدولة اللي سقط مع سقوط النظام السابق. هؤلاء الضباط المتهمين بالتعذيب، المتهمين بترويع الشعب المصري، اللي بيستأجروا البلطجية الآن ضد الشعب المصري، هم اللي لفقوا أدلة هذه القضايا. إحنا لنا 4 محامين خارج البلاد حكم عليهم خارج البلاد، لن نتوانى مطلقا من أن نمد يد النصرة لهم. سيرتفع صوتنا منذ الآن ومن هذه اللحظة من أجل إسقاط هذه الأحكام الظالمة الجائرة الساقطة بسقوط النظام. من هم؟ الأستاذ ثروت صلاح شحاتة، الأستاذ عادل عبد المجيد، الأستاذ هاني السباعي، الأستاذ إبراهيم علام، حكم عليهم بالإعدام بأحكام غيابية ولا يستطيع الحضور إلى أرض الوطن لأن هذه الأحكام تنتظرهم. نحن نطالب المجلس العسكري باعتباره هو القائم والحاكم الآن في مصر أن يسقط هذه الأحكام لسقوط النظام الذي أصدرها، وشكرا.